السلام عليكم. خد يا ابني انت رايح فين؟ راح ارمي الزباله. انت مش كنت عايزين نرمي الزباله؟ انت من امتى وانت بترمي الزباله؟ هو انت مش من اسبوعين فاتوا انت وامي روح ارمي الزباله روح ارمي الزباله وقلت لكم هفكر وانا فكرت اهو. لا يا حبيبي خش احنا مستنيين. ساعتين زمن الزباله ريحتها مخليه الشقه وحشه. ساعتين زمن هرمي الزباله واجي. لا 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 اسمع بس مني يا حاج. بس ساعتين زمن يا حبيبي ما تعصبنيش. يعني بعد ما فكرت وقلت هروح ارمي الزباله تقوم قايل لي خش ازاي؟ بس ساعتين يا حبيبي ما تجننيش. ساعتين زمن خش ما تعصبنيش. انا مش عايزك ترمي زباله يا حاج ريحتها وحشه. يا ابني ايه اللي في كيس الاسمر ده؟ الزباله اصلا مرميه من الصبح. ايه اللي في كيس الاسمر ده؟ ما دي زباله برضك. ايه اللي دي زباله؟ احنا لحقنا. خش يا ابني خش يا حبيبي. طب الزباله؟ لا سيبها. من امتى وانت بترميها اساسا؟ خش يا بابا. انا غلطان اصلا. انا كنت عايز انضف الشقه وانتوا مش عايزين ننضف. انا غلطان. خير تعمل شر تقلق. اصلا انا غلطان. حجوك انت مش محتاج عيش فينو؟ لا لا مش محتاج. طب لبن اي حاجه عايزها من بره انت اطلب واتمنى وانا انزل اجيب لك لمح البصل في ثانيه انزل اجيب لك اللي انت عايزه. اطلب بس شبيك لبيك ابنك بين ايديك. اطلب بس اطلب. بص ساعتين زمن هجيب لك اللي انت عايزه. هم ساعتين. بص انا ثابت على موقف اي مشوار هروحه في ساعتين في ثانيه. شوف انت عايز ايه. انا مش محتاج حاجه وحواراتك كلها انا حفظتها. واقعد يا ابني من الاخر كده مفيش خروج. خروج ممنوع. انت بتقول لي حوارات يا بابا؟ انت جرحتني من جوه حاج. على فكره انا تكبل لو انت بتحس كبله. بحس. شوف يا ابني مش عايزين مشاكل. شكرا يا بابا اللي كنت مفتكرك بابا ما طلعتش بابا. انا كنت عايز اخدمكم كلكم وعايز اقلب لكم طلباتكم وعايز اريحكم وانتوا مش عايزين تريحوني ولا عايزين نخدمكم خالص. كل ما اقول لكم حاجه اقول لكم ساعتين دماغي خلاص ما عادش فيا. خش يا ابني ولا شهرين. خش يا خد يا انا رايح فين؟ كلمني انا حاج. خد يا ابني خش خش. انت رايح فين؟ انت قاعد من امتى؟ قاعد من امبارح. هو انت مش انت وامي الصبح كنت بتقول عايزين توم وبصل وبعدين كان في ازمه توم وبصل في البيت هنا فانا حاولت ان انا اعمل سيرش واجتهد وعرفت هجيب منين التوم والبصل اللي انتوا عايزينه. هخرج اجيبه ساعه ونص هجيبه واجي في ثانيه. يا ابني خش احنا مش محتاجين حاجه. خش يا حبيبي. حاج عايز اشيل المسؤوليه يا حاج. خش يا بابا تشيل مسؤولية توم وبصل. خش. ما هو انا عايز احس برضك يعني ما ساعة ونص هجيبهم لك. عايز اريحكم. احنا كنا بنتكلم امتى؟ الصبح. انت خليك تجيبه الساعة 7 بالليل. ما هو ده احسن وقت نخرج فيه بقى. هو الساعة 7 ده بقى. هو ده الساعة 7 بقى. الناس كلها بتفتح الساعة 7. هروح اجيب ساعة ونص. مش هتأخر. لو اتأخرت قدرني. يا ابني انت لو رايح تجيبه من محافظه تانية مش هتقعد ساعه ونص. انت رايح تجيبه من على يا بابا يا فاحنا مستغنيين عن خدماتك. يا بابا عايز احسك ان انا ادي المسؤوليه واشيل المسؤوليه. يا ابني انت جننتني وهبلتني معاك. خش يا حبيبي. مش عارف انا مش عايزين ان انا اساعدكم ليه في البيت. انا طمش يلا. يا ابني انت رايح فين؟ سويت في صوت سويت صوت سويت يا ابني. صوت السويت ده صوت التلفزيون. خد يا حبيبي انت صوت بيستنجدوا بينا تحت. يا ابني ده صوت التلفزيون. خد يا حبيبي. يا عم والله بيستنجدوا بينا. فين النخوه؟ خش يلا. انت مش عارف اللي فيه حظر وفي 4000 جنيه غرامه وفي 20 يوم حبس. خش يا حبيبي لا تشوف لك بيت تاني. انت بتقول انا كده بابا؟ ايوه انا بقول لك انت كده. انت بتهددني؟ بهددك؟ اه لا يا حبيبي جم. بس انت لما تتمسك طبعا. ومين اللي هيفرق ال 4000 جنيه؟ لا مش هتبقى قاعده وغرامه. لا طب يعني حد يدفع لك. ما ربنا يخليك ليه يا بابا. لا يا حبيبي. وكمان انت ما تعرفنيش اصلا. انا كان امنيتي ان انا اشتغل مفتش كرومبو كده زي المفتش كرومبو. افضل اتخف ورا حاجه. انا لو نزلت مفيش حد يعرف يمسكني. هبقى زي الثعلب المكار يركض خلف الدار. انت ما تعرفنيش. بص يالا انت مش عارف قدراتي. خروج انت ما انتش خارج. انت لو اتنططت انت ما انتش خارج. وانا لو انت اتمسكت انا مش دافع لك 4000 جنيه غرامه ولا مقوم لك محامي عشان ال 20 يوم. انا عارف يا حبيبي. انا عارف مين اللي مقوي قلبك عليا. اكيد امي اللي مقويه قلبك عليا. انت عارف ليه يا حبيبي؟ انت عارف ليه يا بابا؟ انت عارف ليه؟ عشان اصلا امي انا جيت اخرج قامت قايله برضك ما انتش خارج وفضلت تعمل فيا كده تمام وانا خلاص انا ما عدتش طايق نفسي وطهقان وهنتحر وهعمل لكم نصيبه هنا في البيت. بصوا انا هبوظ لكم البيت وهقول انا مجنون وهتودوني عصريه المجانين اصلا. خلصت؟ انا ما خلصتش. وبص انا هبهدل انا هبهدل لكم الدنيا. ولا كلمتين يا بابا. بص انت بق يلا. انا بق ولا تعرف تعمل حاجه يعني.